تسعة نصائح حسب مصفف الشعر للحفاظ على شعر نظيف وطويل. كلما غسلت شعرك أكثر، كلما أصبح دهنياً أسرع وبدأ بالتساقط. بالطبع، بإمكانك دوماً اتباع نصيحة كيم كارداشيان وغسل شعرك مرة كل 5 أيام. ولكن إن كان هذا مبالغ به قليلاً بالنسبة لك، فلمصفف الشعر نصائحاً وحيلاً أخرى. ضع الشامبو كالمحترفين. يجب أن يكون الماء بدرجة حرارة مناسبة، ولكن تميل قليلاً للجانب الساخن، وبهذه الطريقة ستتفتح البشرة الداخلية، مما يسهل خروج الأوساخ وبقايا المنتجات العالقة بالشعر. ضعي كمية من الشامبو بحجم عملة معدنية، وإن كنت تملكين شعراً طويلاً أو كثيفاً، فضعي في الكمية على كفيك وفركيهما معاً. لا تستخدمي أكثر مما تحتاجين، واهتمي بوضع الشامبو على فروة الرأس وخاصة على مؤخرته، وذلك لأن الشعر القريب من فروة الرأس هو الأصغر سناً والأغنى بالزيوت، بينما تكون الأطراف أكبر سناً وأكثر اتساخاً وضعفاً. وإن كان شعرك يصل لكتفيك أو أطول من ذلك، فيوصيك خبيري التجميل نونيزيو سافيانو وكايلي وايت بوضع بلسم للشعر على الأطراف أولاً، ومن ثم غسلها قليلاً قبل وضع الشامبو. كوني لطيفة مع شعرك عند وضع الرغوة عليه، قد يؤدي الكثير من الاحتكاك إلى تلف الشعر، وفي أسوأ الاحتمالات بوسعه التسبب بضرر دائم كالتقصف والتجعد. ابدأي بوضع الرغوة على جذور الشعر، وانزلي للأسفل باتجاه مؤخرة رأسك، حيث يعمل هذا على زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس ويحفز نمو الشعر. لا تستخدمي الحركات الدائرية لأنها قد تؤدي لتشابك شعرك، وبدلاً من ذلك استخدمي الحركات الرأسية وكأنك تحكين رأسك، ولكن لا تضغطي بقوة، وبعد ذلك انتقلي لأطراف الشعر، تجنبي فركها، وعوضاً عن ذلك استخدمي حركات تدليك للأسفل. بعد وضع الرغوة على شعرك بصورة صحيحة، قومي بغسله واعصريه لتخرجي منه أكبر كمية ممكنة من الماء، ومن ثم ضعي بلسم الشعر، وبعد ذلك بإمكانك ربط شعرك وإكمال استحمامك. وتذكري أنه كلما زادت مدة مكوث البلسم على شعرك، كلما زاد ذلك من امتصاصه. تجنبي وضع البلسم على جذور شعرك، حيث أن لديك هناك ما يكفي من الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس. ستحتاجين الآن لقضاء معظم الوقت في غسل الشامبو والمرطب عن شعرك. يوصي مصفف الشعر ب5 دقائق للقيام بذلك، فسوف تجف أي بقايا من الشامبو وتؤدي لمظهر شعر باهت، وحتى أنها قد تتسبب بنشوء قشرة الرأس. ضعي خطة لتسريحات شعرك لمدة أسبوع. تتمثل الحيلة السريعة والسهلة الأخرى للحصول على شعر صحي في وضع خطة خاصة بتسريحات شعرك. فعلى سبيل المثال، اتركي شعرك منسدلاً يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء ارفعيه للأعلى بتسريحة ذيل الحصان، ويوم الأربعاء اصنعي منه ضفيرة. سيجعلك ذلك تقللين من غسلك لشعرك بينما يبقى بمظهر رائع في كل يوم. اغسلي شعرك بمستخلص عشبة الميرامية. توفر عشبة الميرامية خاصية شد الخلايا، وهي رائعة في الحد من دهنية الشعر، حيث تتحكم بإنتاج الغدد الدهنية وتلطف الجلد وتعالج الالتهابات. أحضري ملعقة واحدة من أوراق الميرامية الجافة لكل كوب تحتاجينه من الماء. قومي بغليها ببساطة تماماً كما تفعلين بالشاي العادي، وعندما تبرد الميرامية اغسلي بها شعرك النظيف. وبعد استخدام هذه الوصفة بوقت قصير، ستلاحظين بأن شعرك قد ازداد لمعاناً، وقد أصبحت جميع المشاكل التي ربما كنت تعانين منها مع قشرة الرأس شيئاً من الماضي. بل تستخدم الميرامية أيضاً كعلاج لتساقط الشعر. تحتوي هذه النبتة على مركب معين ذو فعالية في علاج الصلع للرجال، وذلك من خلال وضع 4 قطرات من زيت الميرامية مع كمية مماثلة من الروزماري ومن زيت النعناع وملعقة واحدة من زيت الزيتون، ومن ثم تدليك فروة الرأس بهذا المزيج مرتين يومياً، وسيختفي الصلع. التقليل من غسل الشعر. يبدو ذلك شيئاً جنونياً، ولكن يجب على الجميع تجنب غسل الشعر يومياً، لما يلحقه ذلك من ضرر بالشعر من خلال تسببه بجفاف فروة الرأس، والتي ستبدأ بإفراز المزيد من الزيت. لذا إن كنت ممن يغسلن شعرهن يومياً، فمن الأفضل الإقلاع عن هذه العادة،
قللي عدد مرات غسل الشعر تدريجياً، وسيصبح ذلك سهلاً مع مرور الوقت، حيث أن الغدد الدهنية لن تكون بحاجة لإفراز الكثير من الزيت لإعادة إصلاح فروة الرأس التالفة والجافة الناجمة عن غسل الشعر بالشامبو. استخدام الشامبو الجاف قبل التمرين. لا فائدة من وضع الشامبو بعد ممارسة التمارين الرياضية، فيصبح الشعر كثير زيوت ولن يكون بإمكانك فعل أي شيء بشأنه. لذا من الأفضل استخدام الشامبو الجاف قبل التمرين كي يتمكن من امتصاص العرق أثناء التمرين. النوم على غطاء مخدة نظيف. من منا لا يحب الملاءات وأغطية المخدات الجديدة والنظيفة؟ ويحبها أيضاً شعرك، مثلك تماماً. تكون أغطية المخدات مغطاة بخلايا الجلد الميتة والعرق وزيوت الجسم الطبيعية، ومع مرور الوقت تشكل كل هذه أرضية خصبة للبكتيريا. وللحفاظ على صحة شعرك وبشرتك، عليك تغيير غطاء مخداتك مرة واحدة أسبوعياً على الأقل. أما إن كنت ذات بشرة وشعر دهنيين، فمن الأفضل تغييرها مرتين أسبوعياً. ربما أيضاً ينبغي عليك التفكير بالقماش، فبإمكان أغطية المخدات امتصاص زيوت شعرك الطبيعية وجعله جافاً ودهنياً. ولتجنب ذلك، استخدمي أغطية مخدات مصنوعة إما من الساتان أو من الحرير، حيث أنها تسبب احتكاكاً أقل مع شعرك، مما يعني تلفاً أقل. كما وأن هذه الأقمشة تمتص كمية أقل من زيوت شعرك. ونصيحة إضافية أخرى، تجنبي النوم برأس مبلل، فذلك يزيد من الاحتكاك ويؤدي للمزيد من التلف. أما إن لم يكن لديك خيار آخر، فاصنعي ضفيرة من شعرك المبلل قبل الخلود للنوم لكي يبقى شعرك بأمان. أعدي بعضاً من عصير الليمون لشعرك. يساعد عصير الليمون الشعر على محاربة الدهون المفرطة، ويبقي شعرك منتعشاً ويمنحه حجماً أكبر، كما ويخلق لمعاناً طبيعياً. فالليمون غني بفيتامين سي، مما يجعله رائعاً في تنشيط وتنقية فروة الرأس، بالإضافة إلى أن رائحة الليمون الفواحة ستمنح شعرك رائحة منعشة، ناهيك عن أثر أحماض ألفا هيدروكسي الموجودة في الليمون، والتي تقشر الخلايا الميتة، مما يبقي فروة الرأس نظيفة وخالية من القشرة. ومن السهل إعداد عصير الليمون هذا. قومي بعصر حبة ليمون واحدة، وامزجيها بأربعة أكواب من الماء، ومن ثم اغسلي شعرك بهذا المزيج. تأكدي من صبه ببطء مع تدليك جذور شعرك به، ستمنحك تسريحات الشعر المرتفعة حجماً أكبر. رفع شعرك يبقيه نظيفاً ومنتعشاً لفترة أطول. وإن كنت في المنزل، فاصنعي تسريحة ذيل الحصان أو الكعكة وفكيها قبل الخروج. لهذه الحيلة مفعول سحري لزيادة حجم شعرك بعض الشيء. العناية الجيدة بفروة الرأس. صنعت معظم منتجات العناية بالشعر كالأقنعة والبلسم ومنعمات الشعر للاستعمال على أطراف الشعر، ولكن هناك أيضاً منتجات لفروة رأسك كالأقنعة والمقشرات. فالمقشرات تعمل على التخلص من الخلايا الميتة المتراكمة بالقرب من بصيلات الشعر، وتتسبب في تساقط شعرك، حيث تقوم فروة الرأس بترطيب جلد الرأس، ولا تنتج البشرة الرطبة كمية فائدة من الزيوت. ومن جديد، إنها خاصة بفروة الرأس، لذا عليك فرق شعرك وتدليك جلد رأسك بها، ويتوجب عليك بعد ذلك غسل شعرك بالشامبو ووضع البلسم أيضاً. والآن لننتقل إلى المكافأة التي قد وعدناكم بها. اختبار لصحة الشعر. يقترح مصفف الشعر الهوليوودي الذي يعمل مع سارة جيسيكا باركر وبليك لايفلي وإيلين بيج وجود لو إجراء اختبار بسيط لمعرفة مدى تلف شعرك. اسحبي شعرة واحدة من شعرك وضعيها في كوب من الماء النظيف، فإن طفت على السطح فشعرك صحي، أما إن غرقت فأنت بحاجة لبعض العلاج. ما هي أسرارك الخاصة بالشعر الصحي والجذاب؟ دعي الجميع يعلم في قسم التعليقات أدناه. وإن لم تشتركي بقناتنا للآن، فمن الأفضل فعل ذلك مباشرة. وابقي معنا في الجانب المشرق من الحياة.